لا انا طبعا هتقولي على رأي ستي ولا ايه؟ السلام عليكم. طبعا اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا في كلام كتير اتقال على مصر وعلى استضافه مصر. مصر بالنسبه للسودانيين في خصوصيه عن اي دوله عربيه تانية. السبب في كده انه من تقديم الازهر وكلنا عارفين انه كان مصر والسودان دوله واحده، ما كانش بيفصل بينهم فاصل. انا واحده من الناس، والدي كان منتدى من السودان للعمل في مصر. حتى بعد ثوره 23 يوليو كان والدي مستمر موظف في الحكومه المصريه، درجه وكيل وزاره ومدير مكتب محافظ، كان مدير مكتب محافظ القاهره وهو جنسيته سودانيه. ما حصلش اي فصل بينه وبين زمايله، ما حصلش ان هو عشان سوداني ما حدش اداله حقه او ما حدش اداله احقيته في الترقي، بالعكس ده بياخد احقيته في الترقي زيه زي اي موظف مصري. انا مولوده في مصر، متربيه في مصر، دراستي كلها من الابتدائي لغايه الدراسات العليا كلها في مصر. عمري ما حسيت ان انا بختلف عن اي زميله ليا، عمري ما حسيت انه في فرق بيني وبين اي حد مصري في التعامل، في الدراسة، في العمل، في أي حاجة. إحنا برضو كسودانيين عندنا خصوصية تانية عن أي دولة عربية تانية. إحنا كشمال السودان، إحنا بنتسمى منطقة حلفة في شمال السودان، عندها مع النوبة المصرية علاقات دم وعلاقات نسب. أسر كتيرة جدا من النوبة المصرية ممتدة لغاية النوبة السودانية، مفيش فاصل. اولاد عمومه، اولاد خلان، اهلي. انا اخويا متجوز مصريه، خلاني متجوزين مصريه، يعني ابن اخويا اخواله مصريين، اعمامه سودانيين. هتفصل ده ازاي؟ ده لا يمكن يتفصل باي حال من الاحوال. تاني حاجه، في حاجه مهمه جدا، كان عندنا شيخ اسمه الشيخ البرع الله يرحمه، قال قصيده يعني من اجمل القصائد اللي اتقالت في مصر. المصر المؤمنة بأهل الله. طول ما أهل الله وطول ما المقامات بتاعة الصالحين موجودة في مصر، مصر مؤمنة. بكل ده مصر مؤمنة. أنا بشكر طبعا، أنا مش هقدر أشكر مصر لأن الشكر ما بيوفيش البلد دي حقها. أنا كمان عندي خصوصية مع النوبة، يعني أنا بشكر كل منطقة النوبة بكل صدر رحب، فتحت كل ابوابها للسودانيين النازحين. ما حدش فيهم حس باي غربه، ما حدش فيهم حس باي احتياج مهما كان الاحتياج. بيوت اتفتحت واستقبلتهم. ناس فتحت بيوتها واستقبلت الناس النازحين دول. حتى السودانيين اللي نزحوا في القاهره زي ما قالت اختي حنان، صحيح بفلوسهم ومعاهم كل اللي يكفيهم، لكن المشكله مش في الفلوس. المشكله مش في، انا ممكن يكون معايا فلوس لكن رايح دوله اوروبيه او رايح اي دوله ثانيه بحس ان انا مواطن من الدرجه الثانيه، بحس ان انا عندي محاذير في كل حاجه. في مصر لا، مفيش حد من اهلي انا على يعني على وجه الخصوص والمعرفه الخاصه انه في حد فيهم شاف محاذير. اشتروا شقق، راحوا اشتروا شقق بكل سهوله وبكل يسر ومفيش اي عقبات حصلت قدامهم. فطبعا كل ده كلمه شكر ما توفيهوش. ففعلا فعلا شكرا مصر، وشكر خاص لاهلنا اهل النوبه، لان احنا مش غربه عن بعض زي ما قلت. وشكرا. كمان ما كانتش عايزه تقول لا ما شاء الله عليكم والله العظيم. ستي قالت لي، ستي لا خليها في البيت. ستي قالت لي يا عمري الدم ده يبقى ميه.